أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم ولاد بلدي. يا رب دايما في صحة وسعادة وأمان. وحشتونا كالعادة من الأسبوع اللي فات للأسبوع ده. طبعا احنا عارفين ان احنا في موجة حارة جدا الأيام دي. يا رب تعدي بسلام، ويا رب بقى يكون في عون أي حد بينزل يشتغل في الوقت ده، او اي عامل او اي حد بينزل في الجو ده بجد علشان رزقه. فعلا فعلا لقمة العيش دي مش سهلة. يا رب هونها عليهم يا رب، وعدي الايام دي على خير. ندخل على طول في موضوعنا، ومع اول مصنع البان معانا، مصنع جبن بمعنى اصح. احنا الحلقة دي هنتكلم شوية عن المصانع، هنغير شوية في المجال، بقى لنا فترة بنتكلم عن المطاعم، نخش بقى على المصانع. معانا مصنع النهاردة، مصنع أستاذ عادل خاطر. أستاذ عادل خاطر راجل مش زي أي راجل بصراحة، راجل سمعته جميلة جدا في بلده. كمان هو خير جدا، غير ان هو بيصنع جبن جميلة وطعمها حلو مش مخشوشة. بيشتغل صح فعلا، صح، بيقدم لنا حاجات مغذية، مش بيشيل الفايدة ويدينا تفاهمين، اكيد عارفين كل الكلام ده. هي الجبنة بتاعته اللي هي مخشوشة، طعمها جميل جدا، حاجة اصلية بجد. غير يعني موضوع الاجبان، هو راجل خير جدا. كان ماشي في مشروع كده، مجمع اسلامي. بصراحة احنا رحنا المجمع، حاجة خطيرة، ما شاء الله ما شاء الله، عمل خيري فظيع، حاجة رهيبة في وسط القرية بصراحة. يعني انا ما صدقتش حاجة زي دي في القرية، قرية كفر العرب. كفر العرب في محافظة دمياط. رحنا هناك المصنع، شفناه في شغله قد ايه مجتهد، قد ايه دقنا، قلنا له عايزين كده ندوق الجبنة بتاعتك. دوقنا احلى حاجة دقتها في حياتي. المصنع نظيف نظيف بجد، من يعني المصانع اللي دخلتها ولاحظت عليها النظافة، الالات كده حاجة متلمعة، يعني حاجة بتنظف كل يوم، الارض ممسوحة. ده مش بلاقيه طبعا، يعني مش دايما بلاقيه. هنروح على طول على التقرير، هنتكلم مع صاحب المصنع، هنتكلم مع ابنه، هو هناك المدير المسؤول. هنشوف بقى منتجاته الجميلة، ومنتجاته اللي بجد بجد كده تاخدها وانت مطمن ان انت هيخش معدتك حاجة نظيفة. تعالوا معانا نروح عند استاذ عادل خاطر. بشتغل جبنة بيضة وجبنة روم. لا، المصاري الالبان دي بجمعها من الفلاحين، الصبح صباحا ومساء. وبنشتغل كل ورشه ورشه، يعني الصبح بنشتغل لوحده وبالليل لوحده. الجبنه الرخيصه دي بتبقى جبنه مطبوخه، طبعا بحطوا سمنه جوز الهند، وبحطوا عليها بودره، وحاجات اشياء كتير احنا ما نعرفهاش. لكن دي جبنه لبن حليب جاي من عند الفلاح للاذان، بنشتغل اوتوماتيك، ما نحطش عليها اي حاجه، عادي. الكمامه طبعا والكون ده. انا عبد الرحمن عبد الخاطر، 34 سنة، شغال هنا طول عمري في المعمل، جدا عن أب. الحمد لله ده شغلتي ومبسوط بيها. أولا بداية الموضوع كده، احنا بداية اللبن عندنا بيبدأ هنا من الساعة 8 الصبح. بنجهز للشغل. أول حاجة بنبقى نجهز الترابيزات للجبنة البيضة، وبنجهز القفف أو البقوطي للجبنة التلاجة. هي بتسمى جبنه ثلاجه هنا منطقتنا، اسمها جبنه ثلاجه، اما هي في الاساس اسمها بقوطش. تمام، ده اللي شغلنا الاساسي الحالي. بالليل بشتغل جبنه رومش عشان اللبن سمين وكده. يعني شكرا لسياده الرئيس على كل الخدمات اللي بيعملها لنا. مبدئيا اولا الطرق، ثانيا الخدمات عموما على كل على مستوى الجمهوريه، كفاله اليتيم، الكباري عندنا، البتاع لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم، الكره، تجديد الكره وتحديثها، الاماكن كتيره، في حاجات كتيره سياده الرئيس عاملها على مستوى الجمهوريه، في احنا شايفينها وفي حاجات ما احنا شايفينها.